السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في برنامج جديد أو شبه جديد لبرنامج مسار ملوع اللي كنقدم فيه المواليع. هذا البرنامج هذا سميته مسار طائر، واللي كنقدم اللي غادي نقدم فيه ولا اللي بغيت نقدم فيه المنتوج المغربي، المنتوج للطيور المغربية. يعني بغيت ندير واحد الارشيف للطيور المغربيه سواء نساتة او حساسين، لان هذا المنتوج هذا بغيت نخليه كارشيف للجيل الماجي وللتاريخ. فالاخوان، اول طيور اللي قدمت هما المقنين ديال يوسف المراني وكنشكو، وكذلك المقنين ديال خالد الحلاق، خالد روك الميستو ديالو وكنشكو، وكذلك الميستو ديالي. فهاد هاد التقديم هذا للطيور ماشي باش نعطي واحد القبه للمواليع، لا، ولكن باش نحافظ على هذا المنتوج المغربي ككنز. ثم الاخوان، من طبيعه الحال كنلقى صعوبات في هذه المساله، وعرفت بانني غنلقى صعوبات، لهذا التجأت للارشيفات، الارشيفات اللي موجودين. فمشيت للارشيف ديال جنان امين صديق ديالنا والمولوع ديالنا، فاختاريت واحد الطائر اللي كان دا واحد الصدى زوين على الصعيد المغربي، اللي هو طائر المسمى بطير ديال برشي. فالقصه ديال هذا الطائر، هذا هو المغزى، ان الفيديو كنسحبو بواحد القصه بسيطه ديال هذاك الطائر اللي مخوده من عند مول الطائر. فهاد الطائر هذا سولت عليه امين جنان، فقال لي بان هاد المقنين هذا مشري من برشيد، من عند واحد الاخ مولوع سميتو وقيلا سي محمد، مهنه ديالو خياط، واللي تعرف عليه بواسطه يوسف الحجيوي. فهاد الطائر قال لي امين جنان انه خداه ب 15000 درهم، ويكون في علمكم هذا اول طائر كيتباع بهذا الثمن الباهظ. لماذا؟ لانه منتوج مغربي، يعني اول طائر منتوج مغربي حفظ في المغرب، وقاع ديال المغرب، وقاع شوك بهذا الثمن هذا، وخداه امين. الوسيط كما قلت لكم هو امين، هو يوسف الحجيوي. هذا الطائر هذا سولت عليه يوسف الحجيوي، قال لي بان الطائر حفظ على ميستو حي، وهذا الميستو ديال الحجيوي اللي كان مسلفه للخياط، وهذا الخياط حط عليه الميستو بدون كاسيت بدون سيدي، وكمل معاه بحال هكا. صدفة يوسف الحجيوي مشى عند الخياط، فإذا به يكتشف أن المقنين هز، كما كنقولوا حنا بالدارجة الولاعية، هز شرب الميستو كامل. فحجيوي بتجربته قال ليه الآن الميستو قام بالواجب ديالو، فأتمم عملك. فرجع الميستو وصيفط ليه واحد التركيبة باش يكمل معاه. هاد التركيبة صايبها يوسف الحجيوي، هي تركيبة عادية ستوندار فيها توسكي بازيك. من طبيعة الحال واحد المدة هبط الخياط بالمقنين ديالو العين الشق عند يوسف، فسمعوه المقانم، فسمعوه الناس ديال العين الشق الموالي اللي حتى هما عندهم واحد الكفاءه تبارك الله عليهم. ف يوسف اكتشف بان الميستو كما كنقولوا ازال ما هو، ان المقنين ازال ما هو تغريد الميستو، وهز التركيبه كامله. فمن طبيعه الحال ناقشوه، ولكن الخياط بغى يمشي فحالو، وعطى ليوسف المقنين، قال لي الله يخليك هاد المقنين كمل معاه، لانني عندي الكريه وعندي ما هو خلوي. فامين سمع بهذا الصدى هذا، امين كما كنت كنسميه انا بوعميره ديال المقانن، فطار عند مشى عند يوسف، فبدا كيمشي عنده وقيل للدار كيسمع هذاك المقنين، الخطا الاولى الثانيه الثالثه. فلصق يوسف قال ليه بغيت هاد المقنين، ما بغاش يزقلوا ليه. يوسف تاعي بغى يتفك منه، ما لقاش باش يتفك منه، قال لي اخويا عيط للمولاه، فعطاه النبه، عيط امين من المولاه ماشي من العاكزين، تفاهموا على الثمن، تعطات فيه 15000 درهم. قال لي بسم الله. جاء امين عند يوسف، قال لي خدي الطائر، قال لي بصحتك وراحتك، ولكن الشرط الوحيد اللي عطى امين هو ان المقنين يتصنتوا ليه الاصدقاء ديالو اللي عنده فيهم الثقه في الولاعه، اللي هما انطوان، موكيل، مجيد، باتريك، على ما اظن الى ما نسيت شي واحد. فهاد الناس هادو سمعوا الطائر عجبهم، لا كونفيرماسيون طوطال. فهنا خدا امين طائر، فهاد الطائر هذا
دار ضجه زوينه في المغرب، وبصم بلاصتو، بصم يعني الاسم ديالو بين الطيور المتواجده انذاك في الساحه الولائيه. وكذلك امين حتى هو كان فرحان به، وكان كيسمعوا لينا في المعارف، كان كيسمعوا لينا في كيسمعوا للاخوان كاملين. فهذا الطائر هذا سمي بطير برشي. اذا هذه هي النبذه ديال هذا الطائر هذا. نخليكم بعد هذا الاوديو ديالي تسمعوا ليه في الفيديو، والفيديو كان مسموع شحال هذه، فيديو قديم غير انا باش الناس الجداد يسمعوا ليه، ونتمنى يعجبكم، وغادي تاخذوا عليه واحد الفكره في التغيير ديالو، وغادي تشوفوا باش كيمتاز. وشكرا لكم، الى الحلقه المقبله ان شاء الله، واتمنى ان يعجبكم البرنامج. شكرا. Thank you.
Thank you.
Yeah.